السلام عليكم، صباح الخير عليكم. العواشر مباركة إن شاء الله. لكنه هذا نقل الصبح النهار الأربعاء 8 ذي الحجة، قناة كذوان مباشرة، سوق المواشي، قرية تركمان، السوق من يعرض دنيتين المواشي، نقلوا مباشرة زوار الموقع في السوق قرية تركمان، حركية البيع والشراء في السوق قرية تركمان. سوق النهارو على بعد يومين إلى العيد إن شاء الله، على بعد يومين إلى العيد، خميس يومين إلى العيد، يعني نهار الأربعاء الخميس الجمعة إن شاء الله العيد. أنا ودي نقل مواد الزبر ذا، أنا ودي نكسي مرة يحولين إذا إذا يتمنزان، ولكن نحاول ما أمكن أدني نكسيه يجي للجانب. هادي سيب شويت بطس، مهم طوق ديريجن زيارة كصبح قبل ديك اللايف زريغ مجموعة الحراقات تتحير ماثين قوانية نخنفرة يجي يخيضون داني تنسي فوشت نهار الإقبال 80 الطاس مقارنة الأسواق أك سخنية عدون ضابي حتى الثمن يحرك شوية وعقبو الثمانية أثمين أني تغا الثمانية تونزر الأربع أني عدون الأربع أني قبل النس ضرب ألمية يتشهد عند خو مستهلك يتشهد الحال خلاص يعني يومين ونبوش السوق نظني في مدى غانا ذي قارية نظني الأربعة ذي عمر يعني إلا السكونتين نهار يعني ضروري الأغلبية في خمس ضروريات نهار. مشاهدين زوار الموقع اين يجي في النخو هنا نقدي الصورة كيدون مباشرة السوق قرية تركمان من بين اهم الاسواق بكبدانا السوق تسندغاسة تسي نيولان تسندغاسة تسي كسابان فلاحن سلماناتيخ تسند سيجارسيف تسند ستورير تسند خوز غرغان تسند النواكي البيع موجود قاعد يتخلص السيد يبدا نقص الصاغم لا بد دي الصاغ لحقاش لحقاش يقيم مشى مهم الحركية موجودة أقاون البيع أقاون يبدا نكسين دي برويتا واش خاصك الصغيره واش خاصك 260 لم راه شكرا وني صاص 260 كارون قيت 260 يا ايرون سيني يعني قد توتي ورتي 260 تقن فا شحال اخويا هادو خويا 260 باش فردنا 160 بارك الله شحال قاسك حيقه
260 تقريبا حوالين 260 هكا 260 270 واه يا الركلام يا بلدي اه يوما شحال 200 الف اخا السيد قهوه 200 الف تبارك الله احني فري 200 ربيع 200 الف سلام يقفعون 200 الف يروحوا لي تبارك الله ميتين الف السوق حاسم تبنيد السوق حاسم لا بالنسبة لي الشارع لا يكسب لا الفلاح لان اهير استخسار المواطن ورث وجه البديل النغني الا الكراوات يعني السقوط حاسم نهارو يعني لابد المواطن هذه الصف واكسب لابد هذه الزنس عندها جيتو أقول عملية البيع والشراء بدون قصه من دون لحقش صحتكم سيدي لك لا صحه الله يرحم والديك شكرا حسب دون انت الناس يومين حسب غداش تبارك الله تبارك الله اش كزنا سيدي اش مزيان صغير نعم شازي صغير الاخ 215 تبارك الله غير باش المكتب ان شاء الله رقم مستوى 215 الف يحولي السيدة فرقة صغيرة 215 الف يحولي انا عدو عاود جهتين ضمن البيع العملية أو الحركية الشراء البيع والشراء موجودة العرض موجود إحنا فريين إنهم يتعجبن حولين خنيفريين معروفين تسمسي خنيفرا مئتين وثلاثين زوار الموقع حقك انه مباشره السوق خريطه كمان مالين يوقع ذنيتين يتوقع اخر سوق قبل العيد امس السن العيد ان شاء الله هذه نهار الجمعه
الحراك أصبحت غا شوية، ولكن منطرة تقعد تقعد النهار الحركة تقعد كيس. إذا أنت في الدعال، إذا أنت وين المعالي، إذا أنت وين دعال البهاية، إذا أنت وين دعال زمارن. يعلف الطاس يا إبان، خص لعلف كوانيت إبان. ماذا هذا الشيء اللي قريته؟ 245 أعطوا لك 245 وشين اسم 245؟ اها او دولة حافظ ميسي 245 فكنا مباشرة في السوق قرية تركمان، سوق آخر سوق قبل العيد، على بعد يومين قبل العيد السوق. السلام عليكم. واش حنسوي هاد 200؟ ايوا علاش ما بعتيش ب 200؟ علاش ما بعتيش؟ عطاولك 200 جات قليله. الله يحسن العوان. لا علف تمارا، ايوا الله يحسن العوان، الله يجيب ان شاء الله. مشيت ولا في السيد سقسيخ خو حلوين نشقاو شي نيد 200 هذا أزدوا يا ربي إن شاء الله ديول. زور الموقع عرفي نقكنه مباشرة كيدنا سي السوق قرية تركمان، نكسي عند معرضي عند بعض الجوانب في السوق في الحركية البيع والشراء. السوق يا عمار أنواع مختلفة، البهايم العنزية السلام عليكم ورحمة الله يعاون 270 سلينا ويتين قار 270. زور الموقع كما كتشوفوا، انا معكم مباشره من السوق ديال اركمان اللي من الناظور. هذا اكل من الناظور، عملت اكل من الناظور في كاين عمليه شراء اضاحي العيد، عرض متوفر كما كتلاحظوا، عرض متوفر وموجود. الا ان عمليات الشراء كانت في الصباح، كانت في الصباح ضعيفة، ولكن مع مرور الوقت كاين حركية، كنشوفو الناس كتشري. لحقاش ضروري يشري بناء، لأن بحكم توقيت ما بقى والو العيد، إن شاء الله يحل يومين قبل العيد، وضروري المواطن كيشوف راسو ضروري يشري قبل العيد. السلام عليكم. السلام عليكم. اكيراكم بخير. الحمد لله. كاين شي رخا، كاين شي غلا، كاين اشتراه هما سوا تعرف ما تمازيخ فين ماقع اش كمان نستو سيدا بعروي غلاش بعروي. الحمد لله تخصصات الكساغه الفلاح ضايع 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 بزاف، ولكن الحمد لله الحمد لله على كل حال. الحمد لله هو هذا ماشي غير علينا حنايا، على العالم كامل. العالم لو كان غير على الدجاج يبكي والخضره يبكي والحواله يبكي بحس العوان. ايوا الحمد لله هذاك الشيء غير هذا نتاع الله سبحانه وتعالى. حضاره حضاره ديال الله حنا الحمد لله. واحد العام هاك واحد العام هاك ضروري مالو كان لو كان تنبيع 300 ولا 350 غادي نبكي. لا علاش عام العام الاول ما كنتوش كتبكيو؟ اي عافاك كيولي الله عام الاول كنت كندير ريبورتاج منها، الناس فرحانه. ملي الحولي قد هكا كيسوى 260 ولكن هذا العام الحمد لله. الحمد لله اللهم لك الحمد. الحمد لله انا سيدي رحمه الله تعالى على اللي كاين. ها
يعوض 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 ضروري الله سبحانه وتعالى يعوض. الفلاح المعاونه ما كاينش المعاونه اللي غيعاونوا. نتمنوا ان شاء الله يشوفوا المسؤولين يشوفوا في حالكم ان شاء الله يشوفوا في حالكم ان شاء الله مسؤولين. ان شاء الله ربي والمسؤولين الصغاره ما كتجيش اشتغل قليل كل شيء غير ياكل غير السوالكه كيتقام غالي غالي بحال هذا غير تقام 220 الفرنك 220 دابا راه 180 170 كاين خساره بصح ايوا مول الزرع يسال مول الفصه يسال السارح يسال حليمه هربات ايوا اش هي علاش هربات حليمه ما كاينش الدخول لا اله الا الله لا اله الا الله ايوا يصوب الله يفرج الله امين العمومه كنشوف اليوم شويه د الحركه احسن من السوق اللي داز لا دابا باقي يومين يفتو شويه الحاله ان شاء الله حتى الثمن شويه شويه ثمن النهار على على الحاد وعلى بركان وعلى على هذا ما لاحظت الصبح اليوم لا لا شويه الثمن راه الحول تاع كيطلبوا 280 وصل حتى 300 180 خلي 180 180 قشطي بالنسبه 180 بالنسبه غير اثنين بارك الله 180 الفرنك الحول تاع 220 180 اسحوا لي اسحوا لي الله يعطيك الرضا اسحوا لي هذا خزا يا محمد يا زلمه انا راني عليك ربي الساتو السياح وري ورجا في الله ومن عبد الله واخ خزا الواحد سابع بين ولا ماشي ما تقاولت روح هرب كي ودي هاك بلاصو 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 فالوالي بلاصو كما لا كنت بغيت نخليه العيد ديالي وما كتبش معك كلشي بالمكاتب كلشي بالمكاتب وعار وين عمي محمد عار وين يلا شكرا بارك الله فيك سن المليح غير المليح 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 شحال السن كانت 260 260 نعم اخي اش مسواه الزنزل الله يحسن العون الله يجيب الله يجيب زوار الموقع راكم مباشرة معنا من السوق فريق كمان حليم الناظور هذا راه دار عزل مزيان عزل قرية تركمان على بعد يومين على العيد الكبير عيد الأضحى اللي كاين حركة ديال البيع دابا ثقة الشوا دابا محمد محمد ثقة الشوا واخا شما القيمة كعزيزي ما كيتعرفوا الوليدات حاول يجيو حاول غادي يطلقوا شريف شحال الواحد خويا 185 تفريد تفريد 185 تبارك الله منين جاو هادو منين؟ هادو جاو من كامبرتو 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 تبارك الله رحنا نسلكم على الوقت واه الحمد لله عياد الله يحسن عونه والفلاح يحسن عونه الله يحسن العوان هادشي اللي كان ولد عمي الله يحسن العوان رحنا نسلكم صافي كما كتسمعوا راه كيقول لكم راه 185 هاد الحواله من كامبرتو بالواحد بالواحد 185 نشوفوا شي واحد حن علينا نطلبوا ربي حن علينا آمين. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله زي هذا صاحبي ما تناقش جبد عندك اخي
محمد حاج 185 1850 درهم. بارك الله كاين اللي كيدخل كاين اللي كيخرج الحوالة بارك الله مع الوقت كترتفع وكت الحركية ديال البيع والشراء بداك يا الحركة هي حركة ديال البيع بدات نشوف عباد اللي كتخلص او ما كيخلصوا الحمد لله شحال من زوالي 115 يمنت يمنت 115 احسن لا انا راه شريت هذا باقي واحد 150 درهم راه باش لا لا 117 بحال هكا هو بصحه ديك واحد اخر ولا عادي عندي الحولين غير عادي حوليين ايوا صافي عايد كيس ناجي معانا اجي اجي الدار ديالك من ناجي 117000 زين من زق وحولي وانيتين 1170 درهم بحال بحال هذيك اللي عادي اه قرص عدانيتين خرفان صغار لكن شحال يساوي هادو؟ عطوني 100 في التفريغ 100 1000 درهم واه 1000 درهم شحال عندهم شحال عندهم من الشهر هادو؟ شحال من شهر؟ الصغار هادو عاد خرفان عاد خرفان دازو 6 شهور ولا دايزين دايزين يقوس يقوس ولا عيد ولا دايزين دايزين منين جايين هادو؟ نفسهم نفسهم بارك الله مرحبا بكم عندنا بارك الله كيف تعودنا على السوق هذا العام راه كان تعودنا العام هذا الحين كيحسبوا فيه 80 فرنك في الراس 80 الف عام 85 فرنك في الراس لا حول ولا قوة الا بالله شنو جيت لكم شنو جيت لكم عاد جيت لنا الخدمة جبنا الكوارد نجيبوا روسنا لا 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 ايوا ماشي غير عليكم كامل الناس كامل خلونا نخدموا لا 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 غضب 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 ديال السبا اه وا عطينا الخبر واش شي اخبار السوق اخبار السوق شان مانيش تسمك لنا سيكارسي سيكارسي مش قال عمال السوق وين الرواج خويا السوق ينقص ولكن نهار توري غير الرواج مليح نهار واخا سيمانه ني انت ناقص شويه التجاره ناقصه ولكن سيمانه يا اخي توري مليح التجاره قبل الشيخ قبل لقيت فيك قايد لي السهم هو حول يوم 250 حق البركه راه ما يفهم بيه ما يهكس حق البركه 170 170 ما يمرت تجي لي أمور نظني أثر الخطسية الخاسة يعني يعني الماكلة عاوز نسمو شي قهوة يعني يعني كنا في حصلم في حصلم زمزم الرخاء في الريم الخاون تخصى يعني تخصى يمشي سرق فخود زنزم سرص مالوها يا اخي غير قد كتيس بيزي ميت كتيس في والد وزم هي ركز هذا الدك ويا ركز خد تخصى واه العلي في اغلى ويا ريم وبعد اخوة قيلت شي 70 فرنك ويتش هارني خمال يا ريم هواني رعي العمس اللي غادي في شنك زان
80 90 اكزار ورتي شنو الاثمنه ماشي ولا حسن العقل فهم مره يا مني ماشي غير كنيوني حتى شي بول حلاس بوساعه المرض وانا تحمل الوالد حواز العياد وازت تقصيني مفركيس بزز كاي والو خلاص هذا المشكله متوحد كان هو غصب الماده ما رخص وخصبوه مزيد ثاني تينا يخرفاني مزيان نعشق نشاي يقتص اكزاني واش نغارس نشاي اكزاني واش نغارس نشاي تخسه إذا دا نواري العيد في كلاك وجاج واسكوس خويدي حجاج والو وراران مناسبات إذا نواري ما ديك غير وتعشي بول لا اله الا الله لا اله الا الله افصل بصح شحال 90 الف خسر انا غادي نقوم بخسار كما سمعتوا غضب ديال الكسابه كيعبروا على انهم كيعبروا كيعبروا على الغضب ديالهم على الخساره اللي حققت التجاره ديالهم في حكم غلاء غلاء الاعلاف وانخفاض الاسعار هاي معنا مباشرة من سوق المواشي بقرية عكمان آخر سوق قبل العيد كما كان عفو العيد الأضحى إن شاء الله بقى يومين شفاون بلا يغار وعمان تاني غير شرحة السلام عليكم السلام عليكم كي راكم أسيدي لاباس شحال ساوين هذا 135 كراونا قام حوالي ناس من 135 لا لا جمنا 20 سنه كيتي زرع رمي شحال هذا هو الله يبارك يا لا جنو يا جنو نعقب دنيتنا اجت حار مش حوليا خنيفرة
صغير عمي لكنني مباشرة كان عقيق نعال كان السوق قرية كمان سادو إذا عندي حوليني إذا نيتي النهارو أهلاً أهلاً حولي ديال 220 ولا نشكر الذي يعني الكسابات السلام عليكم بعدان اي دورت عليك السوق اللي داز 220 ما دزتيش راني دزت السوق كامل هذاك اليوم شكور على الكاميونات ديال الحنفره ما دخلوش علاش ما دخلوش واحد من اقليم الناظور كيبرح كيكذب على الفلاحه كيقول 150 الحولي الصرندي ما كايناش راه كانت من الحكومه تقدموه للمحكمه راضي على الفلاحه لا اله الا الله لا اله الا الله صح لا اله المهم على سلامتك على سلامتك الله يبارك فيك نعم اسي بحال من الكاميور زعات من الطريق كيقولوا 150 فولات العيب هادشي شفناه في الطيلي في الانترنت وانا كنطلب من الحكومه والسلطه يتقدم هذا السيد للمحكمه راضي على الفلاحه كيدعي بان الحولي كيدير 1500 درهم 1500 درهم ما كايناش الحولي ديال 300 درهم 1500 كيكذب واعتذر عاد جاوب السيد جاوب السيد 220 تفريده 220 زوار الموقع كما كتشوفوه معنا عرفنا بعدا سميت سمية بعدا انا راه انا سي محمد سال لا واحد سنان مهم هذا العام هذا العام لا لا والو وين في الثاني كمان وين شكون اللي طيح المغرب كامل طيحوا اللي كيعيط من ولاد شعيب 150 الف راك الحولي ما كاينش الحولي ديال 100 هذا ضيع الفلاحه كنطلب من السلطه يتقدم هذا السيد للمحكمه ايوا لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله وعن كيقول الحولي ديال 150 راه هو اللي طيح المغرب كامل انت ما كديرش السردي كدير ديال الخنفره كندير انا عندنا السردي ملي بر هذاك 150 ما قدرش نجيبو حنا عندكم السردي كاين السردي السيد كيبرح ب 150 لا لا الراس حافين غنجيبو حنا السوق اللي كيحكم لا السوق حتى لا كنطلبوا من المحكمه والسلطه هذا السيد يتقدم للمحكمه اقرب يعني الفلاحه لا اله الا الله 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 صافي لا اله الا حولي ديال 272 والصرندي ما دخلش ما دخلش فين غنجيبو هو كيبرح 150 فولا تعيب انا حنا شفنا هذا الشيء في التلفازه ولا الانترنت فين ساكن الله اعلم ايوا صح قال الكلمه ديالو مشى حالاته لا كنطلب من المحكوم من المحكمه تقدموا هذا السيد ديال الفلاحه كاملين لا اله الا الله لا اله الا الله بيع 8 هاد العام ما جبتيش شي حاجه كبيره لا غير هذه الخنفره السرندي حبسنا في الكورس ايوا يجيب الله يجيب الله الله يجازيك بخير بارك الله فيك هاد العام دعوة عانية عيانة شوية عيانة عيانة وموجود الخير موجود الخير والحمد لله يبعد علينا هاد البلاء إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله الله يبعد علينا هاد البلاء 220 خير اللي عجبك هذا ها هو ها هو ها الحولي اللي تهز ها زادته الله يرحمك الوالدين ها زاد حولي ديال 280 220 حاجة مزيانة وكنطلبوا الله الله يبعد علينا هذا البلاء ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله واخا الله يجيب التيسير الله يعاون اسي الله يجيب كما كتشوفوا راكم معنا مباشره في سوق اركمان حركيه في السوق حركيه غير عاديه سلام 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 سلام
كما كتشوفوا حركية موجود الحمد لله، الناس كتشري. هلا عزيز اهلا 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 واه اليوم تحرك شويه والله نقول لك 4 سنين 5 سنين ديما كنشري من هنا صحاب ديما القاره ولفت صافي لا غير تولف شي بلاصه كتشري من لف دابا شوف من نهار السبت انا كنمشي للسوق اليوم اللي عولت غادي نشري لا بزاف الناس كيجيو للقريه كيشريو لحقاش هنا القريه كتخلي الفلاح بزاف بزاف واه هذيك المناطق كاع اللي خريبه كيجيو هنايا من بيرسيف تاوريت وراه شوف انا مشيت للسلوان مشيت للعروي راه ماشي كيف العاده السلوان والعروي راه 11 و 16 كان حولي والو كان بنادم والو موجود بنادم لا كيبقاو هنايا هنا عندك هنا وعندك صغار هنا كاين بنادم لا موجود كيجيو من الناظور بزاف كيجيو سي محمد واخا بارك الله فيك الله يسلمكم كما كتشوفوا مباشرة نحن مباشرة معكم من سوق أركمان عملية البيع والشراء مستمرة بارك الله خيرات أنواع وأشكال مختلفة للأغنام الأكباش ماعز شحال يسوى وليتي؟ 420 تبارك الله تبارك الله هنا يا شغل مغار السلامة ديالك الله يسلمك لاباس بارك الله لا خسرت بارك الله فيك إن 400 تبارك الله لا إن هي 400 وليتي إن هي 400 وخي اخي اخي زيد ما تسلموش واه بغاك حولي واه زيد واه يمكن قيل الهام في الهام يمكن لا الخوشيك ما خلاك حولي خليك ما خلاش الجدوى لا خلاش الجدوى واه ايوا بارك الله فيك ولني عبد الوفي حضرتك شي قلت شنو هي 30 330 هذه خضان كاين 330 303 تبارك الله كيما كتشوف قال لك 330 هذا قال لك 4000 درهم اعتبروا 4000 درهم هذا كم أربعمية ألف السلام عليكم. السلام. كيفكم؟ حاج لاباس؟ لاباس. شحال سوينا؟ هذا 260 هنا 260 هنا وهذا ما زرع الله على الله وهذا واش ندير 100 هذا عطاو 100 1000 درهم 1000 درهم
خاصك شي واحد مرحبا ان شاء الله ان شاء الله. الصفا المقا منين جايين هادو منين؟ منين حاسي بركه؟ حاسي بركه تواكل الله يعاون. ان شاء الله ان شاء الله. اعطيها احمد اعطيها حتى الناس يعيدوا حي. شجع شجع شجع. شحال سيدي يوسف شحال شينا لك؟ 190 190 مناسب ناقش قيها على 100 قال لي صاحبي قرب 100 ليره. يا أوكسين يا أخي سوف ماني يبات عندك هو ايش عندنا 190 قلت له فيهم 190 هذا 210 وسنين الحليبه عمي شحال عطاو هادو؟ هيك بعنا 190 قلعي 190 190 تبارك الله مزيانين كان من مروح خمم ألف وخمسمائة درهم جواب بيتساسي سيروح أمين العزامي أمين جامع إن شاء الله لكن وين الشيء جامع إن شاء الله إن شاء الله. الحاج مبروك لي مبروك راكم لاباس بخيرين شنو وين شاكيناني؟ هنا الفرس 160 160 واخوش كما راهوش ما كان فارس 160 1600 درهم
زوار الموقع كما كتشوفوا راكم مباشرة معنا من سوق أركمان العرض متوفر إقبال متوسط ميتين وعشرين عملية الشراء يبدو قصارا مبروك لنا 120 زوار الموقع الى هنا ومن هذا اللايف هذا المباشر. شكرا على حسن المتابعة. ايتما سويت مع زوار الموقع رفينو كذلك نيو نشكرك نيو في متابعة مشاركة بارتاجي خونا كلشي. نتمنى يوم عيدكم عيدكم مبارك سعيد. انا عيد نعاود ان شاء الله عاجل الفرصة نغني ان شاء الله. السلام عليكم.